السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي صفحة أوكرانيا بريس على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. في هذه الدردشة الفيسبوكية سنتحدث اليوم عن شهر رمضان المبارك الذي أعلن أنه سيكون بعد يومين. أول أيامه هو يوم الجمعة 24 من أبريل الجاري في أوكرانيا، وصلاة التراويح بطبيعة الحال ستبدأ يوم الغد. فكيف سيكون رمضان أوكرانيا في هذا العام؟ للإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة سنتحدث اليوم مع الأستاذ سيران عريفوف، رئيس اتحاد المنظمات الاجتماعية الرائد في أوكرانيا، الذي يعتبر أكبر مؤسسة تعنى بشؤون المسلمين والإسلام عموما في أوكرانيا منذ أكثر من 20 عاما. أهلا وسهلا بك سيد سيران. أهلا بكم. سيد سيران، يعني سأبدأ بسؤال ربما سيختصر الكثير من الأسئلة بعده. ما الذي ستقوم به المراكز والجمعيات التابعة لكم ولغيركم خلال هذا الشهر؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لرمضان في هذه السنة، هناك أشياء لا تتغير ولا لن تتغير إلى يوم القيامة. يعني على المسلمين أن يصوموا لله سبحانه وتعالى، ويعني يقوموا بالصلوات وبالتراويح وبالدعاء وبالذكر وبقراءة القرآن الكريم. هذه أمور يعني المتكون منها شهر رمضان في حياة المسلمين بشكل عام، والإفطار كذلك. هذه أمور لن تتغير بمعنى الجذري، ولكن هناك بعض الأشياء التي يعني المسلمون مضطرون يغيروها. يعني مثلا صلاة التراويح جماعة كانت عندنا يعني مستمرة في مراكز إسلامية في أوكرانيا. إفطارات جماعية، هذا كانت يعني عندنا عرف مستمر في كل المراكز الإسلامية في أوكرانيا، وهذه طبعا لأسباب المعروفة اللي هي الوباء الكورونا فيروس وغيرها، وحتى قوانين الدولة التي أصدرت يعني منعت هذه النشاطات الجماعية. هذه من المتغيرات. نعم. طبعا هذا متغير سلبي يعني بشكل عام، وهذا لا شك فيه، ولكن نحن كمراكز إسلامية وكمؤسسة اتحاد الرائد يعني خططنا بعض البدائل. يعني شهر رمضان لن يكون ممكن نقول فارغا، يعني سيمتلئ إن شاء الله ببدائل كثيرة. سنتحدث عن البدائل، آسف على المقاطعة، ولكن عموما المراكز والجمعيات التابعة لكم ولمعظم المؤسسات غيركم ستكون مغلقة خلال الشهر الفضيل. نعم، للنشاطات الجماعية هي مغلقة بشكل عام. يعني هل هنالك صحيح. نشاطات غير جماعية ستكون لها مفتوحة؟ لا، يعني مثلا يكون كل المركز ما زال موجود فيه إمام، ولكن هو سيكون مثلا يقوم سيقرأ قرآن أونلاين، يعني عن طريق الإنترنت سيتلو القرآن الكريم حتى المسلمون يستطيعوا يستمعوا إلى هذه التلاوة. أو مثلا هناك الدعاة سيكونوا بالمركز يسجلوا محاضرات ودروس والمواعظ ويطرحوها عن طريق كذلك أونلاين عن طريق الإنترنت. هذا سنصل به إلى البدائل الآن. يعني ما الذي تبقى من رمضان داخل هذه المراكز والجمعيات؟ من رمضان المعتاد أقصد يعني. كرمضان معتاد طبعا كما قلت، يعني صلاة التراويح جماعي لن الألغيت. يكون، والإفطار الجماعي لن يكون، والدروس والدورات الشرعية لن تكون هناك. هذه أمور لأسباب معروفة يعني لدينا. نعم. طيب، النشاطات البديلة، يعني لو النشاطات استعرضت لي البديلة، أهم هذه النشاطات ولو سردتها باختصار لو سمحت. يعني طبعا نحن الآن مستمرين في كل المراكز، هناك أئمة ودعاة يقوموا بتذكير المسلمين أو توعيتهم أولا ما هي السنن الإسلامية المتعلقة بالوباء. هناك أحاديث نبوية مرتبطة والأحكام الشرعية مرتبطة بالوباء، وكيف على المسلم أن يتصرف حتى يتجنب يعني هذه الأمراض، أو إذا مرض ماذا يعمل إذا يعني هذا البلاء نزل به. كذلك ما علاقة هذا الأمر برمضان؟ لأنه هو كما معروف رمضان سيكون يعني فترة الوباء مستمرة حتى خلال رمضان، يعني فعلى المسلم أن يتجنب مثلا إفطار جماعي مع الغرباء، أو يتجنب مفهوم. صلاة التراويح مع الغرباء. يعني فنحن مثلا نرشد المسلمين أن يفطروا مع أهل فقط،
أو يقوموا صلاة التراويح مع الأهل في بيوتهم، فهذا يعني كذلك يعني أحكام شرعية مرتبطة برمضان. إذن أو مثلا النشاطات التوعوية تركز على ما يتعلق بوباء كورونا خلال الشهر الفضيل. خلال الشهر الفضيل، لأن المسلمون متعودون يعني يفطروا مع بعض مع الأقارب مع الأصدقاء كذلك، أو متعودون يصلوا تراويح يعني، وهذا السنة الإسلامية، يصلوا تراويح مع الناس الآخرين يعني. فنحن طبعا نرشد المسلمين أنه لا، هذا يعني بهذه الظروف يعني مضر ولا يجوز، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، ولا تلقوا أنفسكم بأنفسكم إلى تهلكة. فلذلك أن يفطروا مع الأهل ويصلوا التراويح مع الأهل. والبدائل مثلا قراءة القرآن، المسلمون يعني بيحبوا يقرأوا القرآن مع بعض في المساجد، فنحن ندعو المسلمين أن يقرأوا القرآن مع بعض في بيوت مع الأهل يعني مع الأولاد، يعلموا القرآن، يقرأوا حديث في البيوت نعم وغير ذلك من هذه البدائل. مثلا من البدائل أنه القراء عندنا في المراكز الإسلامية، القراء سيقوموا بترتيل القرآن عبر الإنترنت والتعليم يعني. هناك الآن بدأت دروس تجويد ودروس قراءة القرآن وتلاوة القرآن عن طريق الإنترنت. هناك بدأت الدورات الشرعية عن طريق الإنترنت، ونحن سنقوم بتسجيل فيديوهات يعني مواعظ ودروس الإسلامية في التزكية والأخلاق والتربية الإسلامية عن طريق الإنترنت. يعني ستكون هناك دروس يومية قبل الإفطار بنصف ساعة، وهذه يعني من البدائل عن الدروس التي كانت تقام في المساجد. إذن النشاطات الثقافية التي كانت في المساجد ستنتقل كما هي إلى الإنترنت. تقريبا هناك كذلك شيء ثاني، مثلا إذا كانت هناك إفطارات في المساجد الجماعية، هذه أيضا كنا ستنتقل إلى الإنترنت. لا يعني هناك بديل آخر، هو أنه كان على المسلمين يحبوا يتبرعوا للإفطار الجماعي. كثير من المسلمين يعني يحبوا يتبرعوا يعني يدفعوا عن الإفطار الجماعي مثلا، حتى كانوا يتسابقون. نحن الآن ماذا نعمل؟ هناك بديل، هو طرد غذائي أو يعني بديل عن إفطار. نعم فمثلا كثير من المسلمين هم محتاجين، فنحن الآن نوجه المسلمين الذين كانوا يتبرعون للإفطارات الجماعية، نوجههم ليتبرعوا لطرود غذائية التي ستوزع على البيوت المسلمين المحتاجين، حتى يقدروا أن يفطروا بمستوى يعني جميل. طيب أستاذ سيران، يعني الكثير يعني راسلونا عن طريق الصفحة من أبناء الجاليات والطلاب خاصة الموجودين في أوكرانيا حول هذه المساعدات. هذه المساعدات تقدموها للأسر المسلمة المحلية أم أيضا لأبناء الجاليات ولأسر الجاليات وللطلاب الموجودين في أوكرانيا؟ حتى الآن يعني مراكز إسلامية تبع الاتحاد الرائد تقريبا وزعت الطرود الغذائية تقريبا في حدود ل 2000 أسرة، يعني سنصل قريبا إلى 2000 أسرة. ولكن هذا ليس محصور بالأسر، يعني يدخل فيها كذلك طلاب، وقد تم توزيع هذه الطرود الغذائية على الطلاب وعلى أبناء الجاليات الإسلامية والعربية. يعني هذه كله اللي تم يعني عدة مراحل لتوزيع هذه الطرود الغذائية. يعني أسر ليس هي محصور في أسر يعني، ولكن هي غالبا في الأسر نركز عليها، لأن فيها قد يكون أجاعز وفيها أولاد وغير ذلك. ولكن تم التوزيع، وإن شاء الله سيتم توزيع على الطلاب الوافدين وعلى ولمن يريد أبناء. ولمن هو بحاجة إلى هذه المساعدات من الطلاب، عليه أن يتواصل مع من؟ هو حسب المدينة، إذا هو عايش ساكن مدينة فيها مركز إسلامي فهو يتواصل مع بعيدات المركز. مدير المركز الإسلامي. فطبعا كيف يتم أنه يسجل اسمه هذا الطالب أو هذا الشخص من الجالية أو هذه أسرة محتاجة، ثم عندما يتجمع أو يجهز هذه المساعدات فيتم تواصل مع هؤلاء الناس، يدعون يتم توزيع عليهم. طبعا يوزع كذلك حسب ترتيب الخاص بالوباء، يعني حتى نحن ما مثلا ندخل ناس في مجموعات كبيرة، يدخلون بالدور وإن شاء الله مفهوم. يعني. يعني نحن خرجنا عن موضوع رمضان، ولكني أريد أن أبقى في موضوع الطلاب لأن الكثير منهم يعني يتواصلون معنا.
الطلاب يعني الذين كانوا يصلون في المراكز وفي مصليات الجمعيات الآن قد يصلون معا في السكنات الجامعية، وهذا أيضا يعتبر من الشعائر الجماعية. هل يعني لديكم وجهة نظر فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بالصلاة الجماعية في السكنات؟ تم إصدار عدة فتاوى. طبعا عندنا مجلس الإفتاء والبحوث الإسلامية في أوكرانيا يتضمن مجموعة المتخصصين في الشريعة، وكذلك لنا ارتباط بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وتم الإفتاء الفتوى أنه بظروف الوباء والمرض هذا المؤذي الذي يتعدى من الشخص إلى الشخص، يعني على المسلم يعني يتخذ إجراءات اللي يحافظ على نفسه، لأنه هو سيأتي بضرر ليس لنفسه فقط ولكن لعائلته وأقاربه في بيته، لأولاده وأبيه وأمه وغير ذلك. فلذلك نحن دعونا المسلمين وندعوهم أن يلتزموا بهذه الفتاوى، هذه القرارات، يعني لا يجتمعوا في سكنات طلابية أو يعني المصلى في الجامعة، لأنه هذا يعني له نفس الفتوى فتوى المساجد، فهي المفروض يعني تغلق وناس يصلون في بيوت. طيب، ماذا تقول في من يفتون بأن إغلاق المساجد في حد ذاته يعني يعتبر أمر خارج عن إطار الشرع والشريعة، ويعني تعتبرون أنه يعني خاطئ؟ يعني هذه الفتوى صراحة ربما هي يصدرها من هو بعيد عن الواقع، أو من الشخص الذي لا يشك في الوباء، ولكن يعني نحن نبني فتوى على الواقع، والواقع يدل أن الوباء حقيقي، والصلاة الجماعية في المسجد يعني يؤدي إلى المفاسد والأضرار، وهذا مخالف لمقاصد شرعية. لذلك هذه فتوى مبنية على الجهل بالواقع صراحة، أو ربما أصدرها شخص بعيدا فهم المقاصد الشرعية. الله عز وجل لم يكلفنا بالعبادات الجماعية النافلة يعني من المندوبات، لم يكلفنا بحيث يعني تؤدي إلى أضرار والمفاسد في النفوس والأبدان. نعم، يعني محور أخير أريد أن أتطرق إليه، أو سؤال أخير أستاذ سيران. يعني لو باختصار تحدثنا عن الأمور التي سيفتقدها مسلمو أوكرانيا وغيرهم من مسلمي العالم فيما يتعلق بالجانب المادي والمعنوي خلال رمضان، لو يعني حصرتها في إجابة مختصرة لو سمحت. طبعا يعني ربما أكرر الكلام، ولكن أكيد سيفقدون المسلمين، وهذه يعني حقيقة يعني شيء محزن، ولكن هو واقع، والشريعة الإسلامية هي شريعة واقعية ما وليس الذي سيفقدونه؟ خيالية. سيفقدون صلوات مع بعض في المساجد، والإفطار مع بعض، يعني والإفطار الأجواء الجمعة مع بعض. الرمضانية أيوة، هي أجواء رمضانية، ولكن وكذلك يعني والحلويات الرمضانية. وحلويات أشياء كثيرة، هناك أعراف والعادات جميلة عند المسلمين متنوعة في بلدان مختلفة. وطبعا المحزن جدا أنه عيد، يعني كيف سيكون عيد إذا الوباء استمر؟ وهنا أذكر أنه هناك جانب الواقعي هو الوباء والمرض المنتشر، هذا شيء واقع. هناك جانب قانوني، يعني هي دولة هي أصدرت قوانين، يعني هناك جانبين، يعني الجانب الواقعي وجانب الشرعي وجانب القانوني في الدولة. فالمسلمون يعيشون في بلدان مختلفة، نحن في أوكرانيا، هناك دولة أوكرانية أصدرت قوانين، وإذا هذه القوانين استمرت، هذا منع التجمعات استمر إلى عيد، طبعا ستكون هناك يعني سنفقد أجواء عيد، تبادل الهدايا واللقاء على صلاة العيد، ثم التزاور بين المسلمين، وهذا عندنا عرف جميل، نتزاور مع بعض، ويكون هناك حفلات العيدية في كل مراكز نعم، إسلامية أو في الحدائق، كل هذا سنفقده. وطبعا بدائل بالإنترنت وغير ذلك هي بدائل مهمة، ولكن أكيد لن تؤدي أو لن تستطيع أن يعني تقوم تعود بنفس الدور، تعود هذه الأجواء العيد في رمضان أو في عيد الفطر. أشكرك. يعني نحن نتمنى أن يحدث شيء إن فيه شاء الله. شيء خير، ويعني يعني طبعا على لا المسلمين يعني إن ينتهي الله سبحانه الأمر وتعالى بهذا. يعني يرفع هذا الباب.
الزملاء حتى ترجع للأمور لطبيعتها. آمين. شكرا لك أستاذ سيران، كنت معنا تفضل. رئيس اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا الرائد، شكرا لك، كنت معنا من العاصمة كييف كما نحن أيضا موجودون في العاصمة كييف، شكرا لك. متابعينا ومتابعي صفحة أوكرانيا بريس، شكرا لكم، إلى اللقاء في دردشة فيسبوكية أخرى، السلام عليكم.